ماذا يجري في الجامعات الأمريكية؟ الجامعات الأمريكية المهزلة اللي حصل في أمريكا، كل الجامعات حصل فيها المشهد ده. ده أكتر حاجة في العالم كله على فكرة متشافة قدام حضرتك، الجامعات الأمريكية وما يجري في الجامعات الأمريكية من اعتصامات وتظاهرات وخيام منصوبة في الجامعات واعتقالات وسحل وضرب وكل شيء، يعني كل شيء. الشرطة الأمريكية عملت كل حاجة، كل حاجة بتخالف القانون الشرطة الأمريكية عملتها، زي ما حضرتك بتشوف كده. دي الجامعات الأمريكية، بنتكلم على أعرق الجامعات اللي موجودة في العالم، دي جامعات اللي هي الفئة الأولى. نتكلم على هارفارد، نتكلم على واشنطن، نتكلم على كولومبيا، تكساس، فيرجينيا، نيويورك، كاليفورنيا، أريزونا، يعني بنتكلم على أشهر الجامعات في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي مش أي حد بيدخل الجامعات دي بالمناسبة، مش أي حد. دي حاجات غالية قوي يعني. يعني بتكلم في إيه؟ تخيل حضرتك بيعملوا كده في الولاد، عملوا كده، عملوا كده في الطلبة والأساتذة والجميع، زي ما حد شايف. ده العالم كله وإدانة طبعا لأمريكا، وأمريكا ولا أمريكا بالعكس مديها ضوء أخضر. الجامعات تعمل هي عزاء، والشرطة تعمل هي عزاء، ومن حق الجامعات تطلب البوليس، ومن حق البوليس ياخد أي إجراءات هو شايفها، لأنه حاجة اسمها إيه، حرية رأي وتعبير. دي جاي أنت تعمل لي حرية رأي وتعبير في أمريكا ليه؟ عشان مين؟ عشان فلسطين؟ ليه؟ ليه بترفعوا علم فلسطين؟ أنتوا قاعدين ناظمين خيام هنا عشان فلسطين؟ بتعبروا رأيكم؟ لا، مش مهم تعبير رأي، مش حاجة اسمها كده، هو كده قدامك أهو. فبقت الجامعات الأمريكية هذه الصورة والفيديوهات دي، معظم ادي الجامعات ده جزء من الجامعات دول، مش كل الجامعات. لما نتكلم على 12 جامعه دول، في 40 جامعه احنا عارضين بس 12 فقط لا غير من ال 40 اللي هم ايه، شغالين على مدار الساعه ورافضين يخرجوا، قاعدين مكملين مستمرين، وشايفين الاعتقالات، شايفين انسانيه البوليس الامريكي بياخد البنت كده حاططها كده مكتفينها زي ما انت شايف كده، شايف الاثنين، ويجي واحد ثالث كمان يكملوا ضرب ويشدوهم كده على الارض. ده انسانيين قوي، ده عندهم انسانيه جامده البوليس، البوليس عارفين يعني ايه حقوق انسان. شايف بيعمل ايه؟ بص بيعملوا ايه؟ شايفين المشاهد الداميه؟ شايف المشهد اللي تحت ده؟ شايف اللي فوق؟ كل على فكره اي فيديو تبص عليه هتلاقي فيه مشاهد سحل، يعني كل الجامعات مش جامعه، دول 12 جامعه. جميع الجامعات حصل فيها المشاهد دي كلها اهي. بص فوق شمال في النص يمين، كله سحل، ضرب سحل، خد اقبض، اعتقالات، ايه كله، ولا في اعلام اي حد كمان بيغطي كله. والمنظمات غايبه، المنظمات نايمه، منظمات حقوق الانسان نايمه، والله نايمين، ولا كانهم شايفين اللي بيحصل ده، ولا شايفين المهازل من الشرطه الامريكيه. اقول لكم المشهد ده مشهد يتصدر الاعلام في العالم كله كله. صورة مع صورة، هتخبي ايه؟ خبوا ايه؟ هيقولوا ما حصلش؟ هيقولوا لا احنا دول فوضويين. فوضويين ايه؟ ده ناس بيعبروا عن رأيهم، دول متظاهرين سلميين حقيقيين، فيش معاهم، ما فيش واحد فيهم معاه عصاية في ايده، وهم دول طالبين عاملين حاجتين، بيدعموا الشعب الفلسطيني ورافضين الدعم الامريكي لاسرائيل لجيش الاحتلال، بس مش طالبين غير كده. وقفوا وقف اطلاق النار، وقفوا الإبادة ضد الفلسطينيين، ووقفوا تسليح جيش الإسرائيلي، بس ده اللي طالبين. وطالبين الشرطة الإدارة الأمريكية تاخد موقف لوقف إطلاق النار، زي ما حضرتك شايف كده. شايفين المشاهد يا جماعة؟ شيء والله يعني خلاص. عايز أقول لحضراتكم اللي بيحصل ده الفترة اللي جاية على أمريكا، لان انت بتتكلم هنا على الشباب، فئه الشباب الامريكي، فئه الشباب دول الامريكان، النسبه دي اللي موجوده، بنتكلم هنا على ملايين. المشكله دي هتكون في صناديق الانتخاب ضد بايدن، خدوها من دلوقتي. المشاهد دي رقم واحد ستؤثر، وقطاع الشباب كله لن ينتخب الرئيس الامريكي الحالي. عايز اقول لحضراتكم المخاوف اللي عند الاداره الامريكيه مش غزه بس، لا، ده المشاهد دي، ان انتوا عندكم خطاب بتتكلموا فيه على حريه راي التعبير، لم تسمحوا للشعب الامريكي يعبر عن رايه.
وده سيصب في صالح ترامب رقم واحد. رقم اتنين ان ده هيكون على المدى القريب والبعيد المجتمع الامريكي الداخلي، ان ما يقدرش حد يطلع بعد كده يقول لك يتكلم على رأي وتعبير ويدين دول، يعني ما يقدرش يطلع يتكلم على دولة في الشرق الأوسط مثلا أبدا، ما يقدروش. أنا بقول لكم ما يقدروش، ما يقدرش يطلع يتكلم يقول لك أنت بتقبض ليه وبتعمل إيه، ما يقدرش. ليه؟ حتى لو قدر كلامه هوى ولا تسمعه، يتكلم مع نفسه هو عمل إيه هنا. أيد أيد إيه؟ إن الشرطة تعتقل المتظاهرين السلميين اللي بيعبروا عن رأيهم. وقال لها ده بلا مش قايد بس، ده إداها ضوء أخضر إنها تفعل ما تريد فيهم. لدرجة إنه تفعل إنها تفصلهم من دراستهم، من الدراسة بتاعتهم، من الجامعات بتاعتهم. شوف وصل إيه؟ إن هو إنهاء المستقبل بتاعهم، مستقبل الطلبة دول. أنت متخيل بتتكلم على ملايين الطلبة، مش بتتكلم على كام ألف يعني. فالمجتمع الامريكي داخل على مرحلة خطيرة للغاية داخليا. الشباب الامريكي النهاردة بدأ النهاردة لا يرى ولا يتأثر بالاعلام بتاعه، بالدعاية بتاعتهم، وبدأوا يكتبوا يقولوا لهم انتوا بتقولوا لنا معلومات غلط، وقلتوا معلومات غلط عن غزة، وقلتوا لنا في الاول روايات اللي كانوا الاسرائيليين بيرددوها، وانتوا كاعلام امريكي رددت الروايات الإسرائيلية اللي طلعت إنها كلها كذب، وحتى ما طلعتوش تعتذروا عنها. فإزاي إن إحنا نصدق الإعلام الأمريكي تاني بعد كده؟ فبدأوا ينصرفوا عن الإعلام الأمريكي، لدرجة في سيدة امبارح فيديو منتشر جدا، فيديو منتشر، سمع جوزها بيتفرج على نتنياهو، فراحت جايبة المقشة وراحت كسرت التلفزيون وبيتفرج على، كسرت التلفزيون. هو ده وصل وصل الشعب الامريكي كده، انه لا يصدق اعلامه، لا يصدق نتنياهو، خلاص لا يدعمه نتنياهو. خلي بالك، هو ده الشارع الامريكي، ده الغضب الامريكي الحقيقي. لازم نبقى احنا شايفين الصوره الابعد من مجرد مظاهرات او احتجاجات، لا بص على الابعد اللي هو اللي جاي، اللي هو الانتخابات وقبل الانتخابات وبعد الانتخابات. الشارع الامريكي، خلي بالكوا، ده دي شرارة حقيقية في أمريكا، شرارة اللي هو الفجوة ما بين الإدارة ونظام الحكم الأمريكي وبين الشارع. دي الفجوة اللي حاصلة، دي الفجوة دي صعب قوي يقدروا يرمموها، لأنه خلاص هو فقد الثقة في الخطاب الأمريكي، فقد الثقة في الإعلام الأمريكي، فقد الثقة في أي مسؤول أمريكي. لا يصدقوهم، لأنه اللي قدامهم هم شافوهم بيتضربوا وبيسحلوهم بنات وولاد وشباب، ومحدش قال لأ عيب، محدش قال لأ أدان الكلام ده، لأ ده أيدوا ده وادوهم ضوء أخضر. فده هيعمل فجوة كبيرة جدا حاليا داخل الداخل الأمريكي. القراءة الدقيقة للكلام اللي أنا بقول لحضرتك هو ده الموضوع، مش مجرد مظاهرات، لأ ما بعد المظاهرات وأثناء المظاهرات كمان، تأثيرها إيه كمان على مستقبل الإدارة الأمريكية الحالية. وزي ما بقول لكم، مفيش مسؤول أمريكي بعد كده يجرؤ يطلع يدي دروس عن حقوق الإنسان، ولا واحد من أول بايدن وتنازل، ولا واحد يقدر يعمل زي ما بقول لكم يعني زي ما بقول كده إيه، يدي درس لأي دولة في حقوق الإنسان. الأول عالج حقوق الإنسان عندك في بلدك، وبعدين يبقى اتكلم عالج الاول مشكله حقوق الانسان عندك، كارثه اللي عندك دي اللي احنا بنشوفها، الجامعات الامريكيه التي تنتفض والسحل والضرب والاباده.